السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. بحضور قادة نحو 30 دولة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، اختتم المؤتمر الدولي في باريس حول ليبيا مهامة. وما إن أعلن البيان الختامي للمؤتمر حتى توالت تصريحات رؤساء الوفود المشاركة وأظهرت مدى التباين في مواقف الدول فيما قالت الرئاسة الفرنسية إن المؤتمر بحث خطة لمغادرة مرتزقة ولكن دون وضع أي آليات. فما دلالة تباين الموقف من البيان الختامي لمؤتمر باريس، وما هو الدور الخارجي المطلوب في هذه المرحلة من دول الجوار والمجتمع الدولي، وما دلالة تصريحات كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي بشأن البيان الختامي؟ هذه الأسئلة وغيرها نفتح حولها حلقة النقاش، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. اختتم مؤتمر باريس حول ليبيا دون أن يضيف جديدا في الملفات الخلافية، خصوصا ملفي الانتخابات وخروج المرتزقة، باستثناء التلويح بالعقوبات التي يتساءل البعض عن جدواها. فعقيل صالح كان إلى وقت قريب ضمن لائحة العقوبات الأوروبية، وحفتر وضعه أكثر صعوبة وهو يواجه مطالب المثول أمام محكمة أمريكية، ولم تؤثر تلك الإجراءات على فاعليتهم في المشهد. ورغم التوافق الدولي الذي أظهره البيان الختامي للمؤتمر، فإن مضمون البيان والتصريحات اللاحقة له من قبل مسؤولين مشاركين فيه عكست خلافات في كواليس المؤتمر، حيث شدد البيان على ضرورة التقيد بموعد 24 من ديسمبر لإجراء الانتخابات، ثم جاءت تصريحات لافروف وغيره لتطالب بضرورة توافق الجهات التشريعية في ليبيا على القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن البيان لم يتعدى الحث والدعوة واستخدام عبارات التأييد، ولم يخرج عن المؤتمر أي جديد. ولم يكن التمثيل الدولي في المؤتمر كما سوقت له الآلة الإعلامية، بل مثل بحسب مراقبين إرادة غربية ترجمها الحضور الأمريكي والأوروبي عالي المستوى في ظل غياب أطراف أخرى على صلة مباشرة بالملف الليبي، ويعد خفض مستوى التمثيل لدى تلك الدول رفضاً ضمنياً لأي مخرجات تصدر عنه. وطالب البيان الختامي بالتوافق حول القوانين الانتخابية والتي تخدم في شكلها الحالي مصالح شخصيات بعينها في المشهد، كرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح ومجرم الحرب حفتر، فيما تقصي أطرافاً أخرى كرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي صرح بأنه لن يسلم إلا لسلطة تأتي عبر انتخابات حرة ونزيهة. وعلى الصعيد العسكري والأمني، اكتفى البيان بالإشادة بجهود لجنة 5+5 العسكرية وخطتها لإخراج المرتزقة، مطالبا بإنشاء هيكل عسكري وأمني موحد يخضع للمساءلة وبقيادة مدنية. ودعا البيان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن بعد التوافق على القوانين الانتخابية، ويرى محللون أن إجراء الانتخابات وفق الظروف الحالية في ليبيا من انقسام وفي ظل قوانين الانتخابات الحالية لن يضمن الوصول لحالة من الاستقرار في ليبيا، فلا توجد ضمانات للقبول بالنتائج، وهو ما يعني أن البلاد قد تدخل في حالة انسداد سياسي. وإزاء كل ذلك يظل السؤال، هل نجح الرئيس الفرنسي الذي نظم مؤتمرين حول ليبيا في 2017 و2018 ودعم مجرم الحرب حفتر في عدوانه على طرابلس في تحقيق أهدافه من خلال مخرجات مؤتمره في باريس؟ مرحبا بكم أيها الأفاضل من جديد، معي في تغطية الليلة عبر سكايب الدكتور إسماعيل وحى، عضو
المكتب السياسي لتيار يا بلادي والمحلل السياسي، ومعي أيضا عبر سكايب دكتورة نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سينضم إلي لاحقا ضيفان أو ضيوف آخرون. أبدأ معك دكتور إسماعيل بعد الترحيب بك، يعني لو أبدأ معك بقراءة حول الرسائل التي صدرت عن مؤتمر باريس، تفضل دكتور. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني هذا المؤتمر ربما يعكس وجهة نظر الدول يعني الداعمة لمعسكر خليفة حفتر وعقيلة صالح، و يعني ربما كما ذكرتم في تقريركم هذا المؤتمر كانت تعول عليه فرنسا ليشكل ضغط ربما قوي على يعني المجلس الأعلى للدولة الذي أصبح هناك في وحده القرارات التي اتخذها عقيلة صالح بشأن يعني انتخاب القوانين الذي فرض بها عقيلة صالح بشأن انتخاب البرلمان وانتخاب الرئيس، ولكن يبدو أن هذا المؤتمر يعني بين هشاشة الإجماع الدولي حول مسألة الانتخابات وإجرائها في موعدها بالتحديد، خاصة أن معظم بنود خارطة الطريق في الواقع هي لم تنجز إلى حد الآن، يعني وأهمها ملف المرتزقة، هذا الملف الشائك والملف الثقيل، والذي بكل التأكيد هذا هو الدافع الرئيسي ربما للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها في الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى إجراء انتخابات يعني مهما كانت النتائج ومهما يعني كانت الظروف، بعيدا عن يعني ما سوف يحصل وما يعني إلى أين ستنجر الدولة الليبية. يريدون شخصية بكل التأكيد، هم يعولون على شخصيات معينة داخل الدولة الليبية وأهمهم مثلا كخليفة حفتر لكي يتعاملوا معه وكي يصبح له يعني الشرعية المطلقة، وبالتالي يستطيعون يتعاملون مع الخصمين المتواجدين في الساحة الليبية وهم الروس والأتراك. الروس طبعا هم الهاجز الأول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والأتراك يعني كذلك هم يشكلون معضلة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يرى أن الدولة التركية بدأت تتمدد في جنوبها أو في الضفة الجنوبية لحدودها، وبالتالي كما قلت المؤتمر لا يدعم الحقيقة الاستقرار في ليبيا، ولأنه يعني ليس هناك يعني قاعدة قانونية متفق عليها، ولم كما قلت لم يتم السير في البنود الذي وقع عليها الطرفان في اتفاق جنيف، هناك العديد من الخروقات، هناك العديد من التجاوزات يعني واضحة للجميع، وبالتالي يحاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يحاولون القفز على كل هذه التجاوزات التي تم يعني ارتكابها من طرف واحد، وبالتالي دفع البلاد نحو إجراء هذه الانتخابات بالصيغة التي يراها ربما طرف واحد على حساب باقي الأطراف الأخرى، وبالتالي النتيجة لن تكون مرضية ولن يكون هناك قبول بالنتائج يعني. نعم. طيب دكتورة نادية أرحب بك مرة أخرى. بيان مؤتمر باريس في فقرته الثالثة دعا السلطة التشريعية القادمة فور انتخابها للتركيز على صياغة دستور دائم للبلاد، وعلى حد تعبيرهم قالوا يحظى باستحسان الجميع من مختلف أرجاء ليبيا. يعني برأيك لا يعد هذا تجاوزا كبيرا على حق الليبيين في الاستفتاء على الدستور الذي قمتم أنتم كلجنة منتخبة بصياغته قبل أعوام؟ دكتورة نادية، دكتورة نادية عمران، هل أنت في الاستماع؟ يبدو هناك مشكلة في التواصل مع دكتورة نادية. طيب أعود لدكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل حتى تعود إلينا دكتورة نادية، يعني أيضا برأيك يعني البيان الختامي لمؤتمر باريس يعني لأي مدى يمكن أن تكون نتائجه مقبولة للجميع ويسهم في حل المسائل الخلافية إذا كان بالفعل هذا المؤتمر يسعى إلى أن تكون يعني نتائج مقبولة ويسعى بالفعل إلى حل المسائل الخلافية؟
الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة يعني تستعمل ربما أو تتعامل بمنطق العصا والجزرة، يعني رأيناها ربما في اتفاق ستيرات كانت تلوح هذه الدول بفرض عقوبات على كل المعرقلين، يعني وبالتالي رأينا كيف ربما يعني تم التعامل مع شخص وهو عقيلة صالح، بينما رئيس المؤتمر الوطني السابق فرضت عليه عقوبات، وتكرر السيناريو ربما نفسه في خارطة الطريق، حيث أن ستيفاني ويلمز التي أشرفت على يعني اتفاق جنيف حتى النهاية منذ البداية هي من شكلت طبعا الفريق الذي تحاور في تونس ابتداء من تونس، وتم الاتفاق على كل ما ورد في خارطة الطريق في جنيف وخروج حكومة الوحدة الوطنية. هناك دائما تستخدم عبارات أنها سوف يعني تفرض عقوبات على كل من يحاول أن يعرقل هذا المسار الذي يعني سوف يوصلنا إلى انتخابات 24 ديسمبر، ولكن نعم. رأينا الطرف المعرقل كيف يقوم بخروقات وباستفزازات وعرقل عمل حكومة الوحدة الوطنية، ويعني فرض عليها ربما بعض يعني الإشكاليات الكبيرة التي أعاقت عملها، على سبيل المثال يعني لم يمنحها، لم يصادق على الميزانية التي تقدمت بها لمجلس النواب، وكذلك رأينا آخر هذه ربما هذه المطبات التي خلقها برلمان عقيلة صالح أنه سحب الثقة، ولكن لا أحد من هذه الأطراف الدولية التي تتحدث بصوت عالي أثناء إجراء الحوارات وأثناء إجراء المفاوضات يعني وتحدد بمعاقبة المعرقلين لم يتم محاسبتهم في الواقع، وإنما تم القفز على كل تلك النقاط الواردة في خارطة الطريق. واليوم ربما في مؤتمر باريس يتم يعني إيهام الليبيين بأنهم يعني لديهم جسم قريب جديد سوف يولد عن طريق صندوق الاقتراع، وبالتالي عليكم أن تستعدوا أن هذا الجسم ربما سوف يعني يمهد الدولة لخلق ربما دستور يتفق عليه الجميع، وربما يعني القفز على الدستور المسودة الدستور الذي أنجزتها هيئة منتخبة ولا يستطيع أي أحد أن يطعن فيها يعني. طيب دكتورة نادية، عادة إلينا دكتورة نادية عمران، أرحب بك مرة أخرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. سؤالي لك دكتورة بأن بيان مؤتمر باريس في فقرته الثالثة دعا السلطة التشريعية القادمة فور انتخابها للتركيز على صياغة دستور دائم للبلاد، هكذا عبروا، يحظى باستحسان الجميع من مختلف أرجاء ليبيا، يعني ألا يعد برأيك هذا تجاوزا كبيرا على حق الليبيين في الاستفتاء على دستور قمتم أنتم أيتها اللجنة بكتابته وصياغته وقدمتموه حتى للبرلمان قبل أعوام من الآن؟ نعم، للأسف ما يحدث للأسف هو انتقاص كامل للسيادة الليبية، لأن مشروع الدستور أو الدستور أو القاعدة الدستورية هو شأن سيادي ليبي، لا علاقة لأي دولة أو مجتمع دولي أن يتحدث عن دستور توافقي. بعدين من يقدر يحدد إذا كان هذا الدستور توافقي أو لا هي الإرادة الشعبية، لأن احنا نعرف الإعلان الدستوري كيف شكل هذه اللجنة وكيف جعلها لجنة منتخبة وكيف وضع لها الأسس والقواعد. الآن العملية التأسيسية تحتاج إلى نقطة واحدة وهي الشروع في عملية الاستفتاء، لكن للأسف لأن مشروع الدستور بعض الأطراف لا يرضيهم أو لا يلبي مطالبهم أو فيه نصوص ممكن تقوم هذه النصوص بإخصائهم قاموا بمحاربته. أيضا هناك جانب آخر فيما يتعلق بمحاربة مشروع الدستور، احنا ندركه جيدا، ندركه أن هناك دول إقليمية لا تسعى لأن يكون هناك استقرار في ليبيا، ولا تسعى أن يكون ليبيا لها دستور دائم، بل تسعى لإدخال ليبيا في المرحلة الانتقالية تلو الأخرى. والإشكالية الكبيرة ما يتحدثون عنه الآن فيما يسمى بالقانون الذي أصدره مجلس النواب يتحدث عن 8 سنوات، مجلس نواب ينتخب لمدة 4 سنوات ثم يعاد انتخابه، هنا لا نتحدث عن مرحلة انتقالية، نحن نتحدث عن مرحلة دائمة بكل ما فيها من تشظي، بعدم وجود قاعدة دستورية تحكم السلطة تنظمها تنظم العلاقة بينها، عدم وجود جهات رقابية، بعدم وجود نص واضح لمقومات وأسس الدولة، ولذلك
لا لا، سندخل في مرحلة جديدة من الفوضى. هذه الدول التي تسعى لأن لا يكون لليبيا دستور هي تسعى لاستمرار الفوضى وتسعى لإقصاء الجميع، وكنا نأمل من الأطراف الفاعلة في داخل ليبيا أن تسعى بالدفع باتجاه مشروع الدستور. نحن لم نقل أنه مشروع متكامل، هو عمل إنساني، لكن لا تسعى لأن يتم إكمال المسار التأسيسي وعرضه على الليبيين، توضيح مثالبه، توضيح عيوبه، وترك القرار الليبيين. لكن للأسف نجح مجلس النواب في الفترة الأخيرة في جر مجلس الدولة بعيدا عن القاعدة الدستورية وبعيدا عن هذه الأمور، وأصبح يناكف مجلس النواب في كيفية المشاركة في إصدار القوانين الانتخابية التي لا يوجد لها أساس دستوري. فكيف نتوقع بأن في عدم وجود هذا التوافق أن تكون هناك انتخابات؟ المؤشرات كلها والقارئ الجيد للمشهد يدرك بأنه لن تكون هناك انتخابات على المدى المنظور. نعم. طيب دكتورة نادي، يعني الهيئة ذكرت بأنها ستعمل على التنسيق الكامل مع السلطة التشريعية المختصة فيما يتعلق بإنجاز واستكمال باقي مراحل العملية الدستورية، يعني لو تطلعين على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن. أنا سبق وذكرت لك، قلت لك أن المشروع الدستور جاهز منذ يوليو 2017، وكان من المفترض أن يتم إصدار قانون الاستفتاء، لكن ما طال فيه مجلس النواب وأصدر في 2018، وأصدر فيه وحوى هذا القانون العديد من المثالب والعوار القانوني. لكن مع ذلك إحنا كهيئة قلنا برغم كل هذه الشروط التعجيزية الموجودة داخل قانون الاستفتاء لابد من إكمال المسار التأسيسي، لكن هم يدركون بأنه برغم كل هذه العراقيل إذا طرح مشروع الدستور على الاستفتاء سيمر. ولذلك الهيئة ذكرت الآن بأنها ستسعى الآن في طريقة جديدة في التنسيق مع السلطة التشريعية المختصة في إكمال المسار التأسيسي، لأنه لن يكون لليبيا استقرار، لن يكون هناك توافق داخل ليبيا ما لم تكن هناك قاعدة دستورية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية. ولهذا جاءت هذه الجملة، لأن الهيئة الآن تسعى للتنسيق مع السلطة التشريعية لإكمال هذا المسار. طيب بقي معي دكتورة نادية، أعود إلى دكتور إسماعيل. دكتور، يعني لوحظ في مؤتمر باريس دعوة تمثيليين لبلد واحد وهي بلدنا ليبيا، يعني هنا دعي المنفي ودعي دبيبة في وفدين مختلفين، يعني هل هناك رسالة أراد إيصالها ماكرون من وراء هذه أو من وراء هذا التصرف برأيك؟ هم دائما ينظرون إلى ليبيا يعني ليس كجسم واحد يعني، وإنما ينظرون لها وفق التقسيم الجغرافي شرق وغرب، وبالتالي يعني استدعى ربما يعني الرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء دبيبة هي لكي يعني يتم ربما لكي حتى تكون مقبولة لدى الأطراف داخل الدولة الليبية. هذا هو باعتقادي يعني الأمر، لا ليس لا أكثر ولا أقل يعني. نعم. طيب ايضا دكتور، يعني تلاحظ بان اللغه التي خرج بها بيان باريس اشاده وندعو وندعم ونحث ونثني على الى غيرها من هذه العبارات التي لا تنم على قوه في التعبير، يعني الى اي شيء يرمز او ترمز مثل هذه التعبيرات برايك؟ انت تقصد يعني بيان الختام؟ البيان الختامي بشكل عام. نعم. هو البيان الختامي الحقيقة لم يضيف جديد يعني، كما قلت ربما الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الرئيس في الملف الليبي، وهي يعني تصر على إجراء هذه الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر يعني، وبالتالي ربما يعني هذا الموعد وهذه الانتخابات وبهذه الطريقة هي تخدم مصالح الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يعني، وبالتالي هي يعني أصبحت للأسف هي الانتخابات، هذه الانتخابات هي مطلب شعبي، ليس يعني ربما منذ أن تشكلت لجنة 75، وإنما مطلب يعني منذ مدة كان الليبيون يطالبون بإنهاء هذه الأجسام، ولكن يعني تحديد هذا الموعد في اتفاق جنيف وإصرار الولايات المتحدة الأمريكية على إجرائه بكل هذه الشوائب التي يعني التي أصابت أو التي أتت بها قوانين عقيلة صالح لانتخاب البرلمان وانتخاب الرئيس،
جعلت من هذه الانتخابات الحقيقة وكأنها انتخابات أمريكية على أراضي ليبيا، وأصبحت يعني تتحدث للأسف يعني سفير دولة يعني يتحدث داخل دولة وكأنه هو الحاكم الشرعي لها ويهدد بفرض عقوبات. يعني أصبح البلاد الحقيقة مستباح وسيادة الدولة يعني مهانة إلى درجة كبيرة، وبالتالي حتى هذا المطلب الشعبي أصبح الحقيقة بهذه الطريقة أصبح مرفوض يعني، وخاصة أننا نرى هناك يعني مهادنة من هذه الدول لشخص على حساب باقي المكونات وباقي الهيئات وباقي المؤسسات داخل الدولة الليبية. فبالتالي يعني عملية الحقيقة رفض هذه الانتخابات بهذه الطريقة هو مطلب وطني يعيد للدولة هيبتها ويعيد للدولة سيادتها، ويجب على المسؤولين ألا يكترثوا لهذه الضغوط مهما كانت. نحن الحقيقة بالفعل نحن الدولة ربما وتيار الثورة وتيار الدولة المدنية يمر الحقيقة بفترة ضنك وبفترة ضغوط دولية خارجية تمارس عليه بشكل كبير، ولكن يجب على المسؤولين أن يصمدوا ويجب عليهم المثابرة وعدم الرضوخ لهذه الاستفزازات وهذه الضغوط الخارجية، لأن يعني مصلحة الدولة يجب أن توضع أولا قبل مصالح هذه الدول المنخرطة في الأزمة الليبية. طيب دكتورة نادية، يعني أختم معك بهذا السؤال، يعني كيف سيكون المشهد برأيك في حال المضي في انتخاب رئيس الدولة بدون دستور ولا حتى قاعدة دستورية؟ بداية لا أعتقد أنه ستكون هناك انتخاب على المدى المنظور. لو تم المضي في قانون انتخاب الرئيس نحن نصل دكتاتورية جديدة، رئيس بدون تنظيم علاقة، لأن لو تلاحظ النظام الذي وضعه مجلس النواب في قانون انتخابات الرئاسية يختلف تماما عن النظام الذي وضعه مجلس النواب في قانون الانتخابات البرلمانيه. لا يوجد تنظيم، لان موضوع الاسس الحاكمه ان كل كائنات تطابق، هذا امر يجب ان ينظم فيه العلاقه بين السلطه، كيف يحلل مجلس النواب، ما هي علاقه السلطه التنفيذيه، كيف يمكن مساءله ومحاسبه السلطه التنفيذيه، يعني كثير من الامور العديده التي تقتضي التنفيذ. لكن الجبثية والهزلية اللي صيغ بها ما يسمى بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يمكن أن تفضي لأي استقرار. لذلك لو تم المضي في موضوع الانتخابات الرئاسية وهذا بعيد الاحتمال جدا، أعتقد أن ليبيا ستدخل إلى نهج جديد وإلى باب جديد من الفوضى والانقسامات والدكتاتورية. نعم، طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتورة نادي عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كنت ضيفة عبر سكايب. أستأذنكم أو أستأذن دكتور إسماعيل وأستأذنكم أيها الأفاضل في الخروج إلى فاصل قصير، ومن بعده نواصل إن شاء الله. الرحمن الرحيم. بيان قادة وثوار مدينة الزاوية بشأن منح ترشيح المطلوبين للعدالة سيف القذافي وخليفة حفتر والداعمين لهم. في الوقت الذي ندعم فيه إجراءات انتخابية برلمانية ورئاسية نزيهة وفق مبادئ وأهداف ثورة 17 من فبراير التي أطاحت بالعبودية وحكم الفرد الواحد وإزالة الدكتاتورية عليه، نؤكد نحن قادة وثوار مدينة الزاوية وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة الشهداء والجرحى بالمدينة بأننا ضد ما يحاك من مؤامرات ضد ثورة 17 من فبراير من خلال تنصيب بعض المطلوبين الفارين من العدالة ومجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان مثل المقابر الجماعية ومجزرة بوسليم ومحرقة اليرمو ومجزرة طلبة الكلية العسكرية وغيرها من الجرائم والذين أساءوا للشعب الليبي من خلال ترشيحهم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وفق القانون الانتخابي المعيد الصادر عن مجلس النواب طبرق. وعلى ما تقدم فإننا نؤكد على النقاط التالية: 1- نرفض رفضا قاطعا ترشيح المجرمين
سيف القذافي وخليفة حفتر. الله أكبر. الله أكبر. اثنين، كما نؤكد منعنا لترشيح أي شخصية ساهمت في قتل وتشريد الشعب الليبي. الله أكبر. الله أكبر. مهما كانت صفته ومركزه. ثلاثة، نرفض رفضا قاطعا لدور العديد من الدول الداعمة للعمليات الانتخابية الحالية، ونحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لتلك الدول. أربعة، نطالب المفوضية العليا للانتخابات بعدم قبول ترشيح المجرمين ونحملهم المسؤولية القانونية الكاملة على ذلك. خمسة، نحذر كافة الليبيين والمجتمع الدولي بأن هذه الانتخابات ستعود بنا إلى الدائرة الأولى، وسينتج عنها الحرب حربا لا نعرف مداها ونتائجها، وستكون حربا ضروسا لا تبقي ولا تذر. وأخيرا، نؤكد كقادة وثوار مدينة الزاوية وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة الشهداء والجرحى بالتزامن المطلق بالعملية الانتخابية، شرط أن تكون وفق قاعدة دستورية متفق عليها، ولن نسمح بفتح المراكز الانتخابية. أهلا بكم من جديد. انضم إلي الآن عبر الهاتف السيد جمال الحاجي الناشط السياسي. أستاذ جمال، أرحب بك. يعني بداية، لو تعلق لي على مؤتمر باريس، كيف تابعته وكيف تابعت البيان الختامي الذي صدر عنه والتباين بين الدول التي شاركت في هذا المؤتمر؟ تفضل سيد جمال. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا بك. في الحقيقة احنا نقول نتائج المؤتمر إيجابية في صالحنا نحن، وأظهرت انقسام كبير واضح بين الموقف الفرنسي والموقف الألماني والإيطالي، بينما كالعادة الموقف الأمريكي واضح جدا ولكنه وقف الوقف المتفرج. المؤتمر من وجهة نظري نتائجه تؤكد أن كان خدمة مباشرة للرئيس الفرنسي ماكرون للانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى إرسال الولايات المتحدة الأمريكية نائبة الرئيس الأمريكي، فكان مش نقوله صفقة ولكن كانت نوع من دغدغة للطرف الفرنسي تعويضا عن ما حدث في موضوع أستراليا بالنسبة للغواصات. فهذا هو المؤتمر. ما أعتقد أنه ليش هي علاقة بليبيا، لأن نتائج كانت واضحة. أول شيء، ألمانيا كانت مش موافقة على الكلام اللي ادعاها ماكرون بأن الانتخابات تلتزم بما جاء من قانون عقيلة صالح، لم يتفق معه الإيطاليين ولا الألمان، ودبيبة كان واضح اختصر لهم الموضوع بكلمتين واضحات. فهذا أعتقد الموضوع، هذا قراءتي أنا لقاء فرنسا، لا علاقة له ليبيا، بل كان فقط يعني فتح حوار بين الأمريكان وبين الفرنسيين. نعم. طيب، أعود دكتور إسماعيل، يعني على ذكر ما ذكره الرئيس حكومة الوحدة الوطنية سيد دبيبة الذي أشار إليه قبل قليل سيد جمال، يعني كيف تبعت تصريح السيد دبيبة بأنه سيسلم السلطة لجسم منتخب، لكن بشرط أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، بهذه الألفاظ عينها؟ هي هذه الرسالة ربما يعني واضحة من سيد عبد الحميد دبيبة، وربما هذا ما كان يتخوف منه الحقيقة الكثيرون، أنه أن عبد الحميد دبيبة يتهمونه بأنه سوف لن يسلم السلطة، ولكن يعني في ظل هذا التخبط وفي ظل عدم التوافق وغياب التوافق على قوانين الانتخاب، من حق رئيس الوزراء أن يصرح أمام المجتمع الدولي بهكذا التصريح. يعني لن يسمح بالدولة أن تذهب إلى الفوضى، ولن يسمح
أو لن يسلم السلطة إلى حكومة غير معترف بها. رأينا ربما يعني خليفة حفتر قبل أيام قليلة يهدد بأن الانتخابات سوف يعني يتم تزويرها والجيش سوف يقول كلمته، ويعني الجيش لن يسمح يعني بتزوير النتائج. هذه رسالة واضحة من خليفة حفتر أنه لن إما أن تأتي النتائج كما يريد هو أو أنه لن يقبل بها، ويهدد حتى بإدخال البلاد ربما في فوضى. فبالتالي من واجب على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن يلقي بخطاب أمام المجتمع الدولي بهذه الطريقة أنه إذا هناك توافق وهناك يعني تسليم منذ الآن بهذه بنتيجة الانتخابات، فيعني الحكومة الحالية سوف تسلم السلطة بطريقة سلسة، أما بطريقة فوضوية وعدم قبول بنتائجها وربما يعني ينحرف المسار أكبر من ذلك، بكل التأكيد يعني الحكومة يعني أو منصب رئيس الحكومة لن يظل شاغرا يعني. نعم. طيب سيد جمال، اليوم بالذات شاهدنا جميعا تقديم سيف القذافي أوراقه والمفوضية فرع سبها، كيف تابعت هذا الأمر؟ هل في هذا التوقيت بالذات لهذا التقديم دلالاته من ممن يدعم سيف الذي البعض يقول بأنه سوف يكون سببا في عدم إجراء الانتخابات في موعدها؟ والله أنا أعتقد أن يجب علينا أن احنا يعني ما نركزش على المجرم حفتر ولا سيف. نعم. حقيقة الأمر بينما يجب أن نتوجه مباشرة إلى المفوضية. نعم. يعني البلبلة اللي هي طبعا هذا نوع من الدعاية حقيقة لسيف ولحفتر. احنا بموضوعنا عند المفوضية، والمفوضية طبعا قدامها حكم غيابي واضح نهائي بالنسبة لحفتر وبالنسبة لأحكام غيابية واضحة، وإحنا عندنا مثل المدعي هو السلطة المخولة لتطبيق القانون في مجال الدعوة العمومية. نعم. فالحديث هنا على سيف وعلى هذه بربغاندا، إحنا يجب أن نركز بالكامل على المفوضية. المفوضية يجب أن تلتزم بما جاء به مكتب المدعي العسكري، ويجب أن ننظر إلى خطوات التعاطي معها إن خالفت هذه الإجراءات. نعم. اليوم سيد جمال، المفوضية قامت، يعني أريد تعليقك، أنت تتحدث عن المفوضية وقلت بأنه يجب التركيز على المفوضية. اليوم المفوضية قامت بنشر صور وإعلان ترشح سيف القذافي دون غيره من المرشحين، رغم أن هناك مرشحين قدموا أوراقهم ولم تعلن عنهم، تعلن عنهم المفوضية ولم تنشر حتى صورهم. هذا أمر. والأمر الثاني وهو شيء مريب بالحقيقة، أن المفوضية قامت بمسح المنشور المعلن فيه ترشيح سيف. يعني ما تعليقك على هذا أو هذين الأمرين؟ شوف، أولا حتى طبعا نكون أكثر وضوح وصراحة، أن السائح لا علاقة له بالأمانة المهنية من خلال تصرفاته ومن خلال ممارساته. نعم. ما يقوم به أنه هو يمثل دور السراج. السراج كان دوره الرئيسي في خلال الخمس سنوات التمثيل لحفتر، وجميعنا يعلم أن سلمنا ثلاثة أرباع البلاد والحقول النفطية والمواني النفطية والجنوب الليبي، ووصل به الأمر حتى أنه طبع له عملة مزورة، والآن السائح يقوم بهذا الدور. فما نبدأش نقلله من جرم السائح، يعني صار حط صورة ما حط الصورة، هذا موضوع يعني ما يحتاج لأن احنا نعطيه أكثر من حجم. احنا ما يعنيناش الصورة، يعنينا أن السائح شخص ماهوش حيادي على الإطلاق، وشخص يمارس التضليل والكذب والتزوير. وآخر شيء الآن يجب أن نوجه للسائح أن نتجه للقضاء لمقاضاته، يعني كل حد متضرر بترشح كل من حفتر وسيف يجب أن يرفع في هذا الرجل قضية مباشرة، شكوى مباشرة.
هذا اللي يجب ان احنا نركز عليه. اما سواء حفتر ولا سيف، والله الذي يحكم ليبيا لا حفتر ولا سيف اي مجرم يعني ساهم في قتل ولا ساهم في تعذيب ولا ساهم، سواء كان محسوب على اي جهه ان شاء الله حتى على فبراير. طيب دكتور اسماعيل، يعني على ذكر المفوضية وتصرفاتها الحقيقة التي تصب في خدمة من المجرمين، يعني الحقيقة حفتر وسيف، اليوم سيف المفوضية أعلنت أنه قد استوفى كل الشروط، ومن وجهة نظر قانونية يعني هناك مادة في شروط الترشح للرئاسة تقول بأنه يجب تقديم إقرار من المحكمة أنه لا يوجد أي حكم نهائي بات في المتقدم، وسيف الكل يعرف بأن هناك قد صدر في حقه حكم غيابي بالإعدام عام 2015. يعني كيف تجرؤ المفوضية برأيك على هذا الإعلان وهي تعلم علم اليقين بأن القانون يمنع سيف من الترشح، بل هي خالف أو يعني خالفت حتى القانون في هذه الناحية؟ والله هو عماد الصايح، سيد عماد الصايح دائما يدعي بأنه مهني وأنه يلتزم الحياد وليس له دخل في التجاذبات السياسية، ولكن يعني ذكرنا أكثر من مرة أنه هذا الشخص أصبح طرف سياسي الحقيقة، يشارك في زيادة الاحتقان الحقيقة، خاصة أنه يرأس مؤسسة يعني سيادية مهمة وهي المفوضية العليا للانتخابات. ويعني يظهر بين الفينة والأخرى ويقول أنه يتعامل يعني لا يعترف ربما بالاتفاقيات التي أشرفت عليها الولايات المتحدة، وإنما يتعامل مع التشريعات الليبية، ويعني يعلم أن البرلمان الذي يتعامل معه بشكل منفرد أنه أتى بناء على اتفاق الصخرات الذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة. وملخص ربما ما يقوم به عماد السايح ربما ذكره أحد أعيان المنطقة الشرقية شخصية معروفة وهو عبد الحميد الكزة في أحد القنوات الليبية، عندما قال في اجتماع للمفوضية كيف كان يعني عماد السايح دعا ربما أعضاء من المجلس النواب والمجلس الرئاسي واستثنى المجلس الأعلى للدولة، فالشيخ عبد الحميد الكزة قال أنني لمته على بعض التصرفات الذي يقوم بها، فرد عليه بشكل واضح وصريح أنه يريد انتخابات حفتر. هذه حقيقة عماد السايح. عماد السايح ربما انكشف الغطاء عنه، ويعني واضح من خلال ممارساته في هذه المفوضية أنه داعم لخليفة حفتر ودعم للقوانين الذي يسنها عقيلة صالح. وربما يعني ما حدث اليوم والأمس من يعني من استعداد خليفة حفتر لخوض هذه الانتخابات، واليوم ربما سيف القذافي كيف يعني يقدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا والمفوضية العليا تنشر هذا الخبر، يعني للأسف يعني ربما هذا ما حذرنا منه بعض من اختلفنا معهم في الرأي وهم محسوبين على الثورة ومحسوبين على بركان الغضب، اختلفنا معهم وقلنا لهم السير في دعم الانتخابات الرئاسية ودعم قوانين عقيلة صالح راهي مجازفة كبيرة، ولكن للأسف لم ينصتوا. هذا ربما دليل واضح اليوم يصلهم ويصل لكل شخص يعني ربما سكت على ما يقوم به برلمان عقيلة صالح ووافق يعني بسكوته على هذه القوانين، قوانين يصوغها شخص، قوانين الرئيس أو قانون انتخاب الرئيس يصيغها شخص كان يبايع رأس النظام السابق في ثورة 17 فبراير، ويعني للأسف هناك منهم محسوبين على الثورة كما قلت يرضون بما يقوم به عقيلة صالح، فهي هذه النتيجة. البعض سيد جمال يعول على الطعون في حال حدوث الانتخابات سواء منها البرلمانية والرئاسية وعلى الأخص الرئاسية، الطعون، والبعض ربما ينتمي حتى للثورة،
يقول بأننا نعول على الطعون والطعون القانونية وكذا، كيف يعني يمكن أن يعول على الطعون في حين أن يعني مجلس القضاء الأعلى يوقف المحكمة الدستورية؟ شوف، في حياتي أنا لم أسمع دولة يفترض أن هي تصنف دولة فاشلة، يفترض أن تقام فيها انتخابات وتأتي دول غربية ودول كبرى وتدعم هذا النوع من الانتخابات. الدولة الفاشلة يا سيدي إذا كان جزء فقط من هذه الدولة خارج السلطة الشرعية تعتبر فاشلة. نعم. فكيف بدولة 80% تحت خارج سلطة الدولة اللي هي يفترض أن تتولى حماية الانتخابات ورعايتها؟ نعم. يعني هذا الضحك على الدنيا يا دكتور، ما فيش انتخابات ومجرم الحرب أكثر حر على التراب الليبي. نعم. ما فيش انتخابات، والدول الغربية لم تجد من المنافقين متصدري المشهد رجال تتحدث نيابة عن الشعب الليبي وتدافع عنه. وبالمناسبة أنا كي لا أنسى، نعم، لا بد أن أتقدم بجزيل الشكر للأبطال والرجال الحقيقة اللي قاموا بإصدار هذه الرسالة الخاصة بتوقيف المجرمين وعدم دخولهم من الانتخابات، نعم، اللي هو الأستاذ محمد غرودة والأستاذ نور الحيشي والسيد المدعي العسكري العام العسكري اللواء مسعود الحومة. نشكرهم على شجاعتهم، وفي وقت قصير جدا جدا قاموا بهذا العمل، بينما من سبقهم، نعم، المدعي العام السابق أعطانا فقط من الكلام وأتى به السراج خصيصا، نعم، بعد أقال المستشار فتحي سعد الذي استدعى السراج للتحقيق وبدأ التحقيق رسميا وأصدر أول أمر بالقبض على أفضل. هذا الكلام للتاريخ يجب أن تعرفه الناس. نعم. طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتور أو أستاذ جمال الحاجي الناشط السياسي، كنت معي ضيفا عبر الهاتف، انضم إلي الآن في هذا الجزء الأخير من الحلقة الدكتور إلياس الباروني عميد كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة نابلس. مرحب بك دكتور إلياس، حديثنا اليوم عن ملف الانتخابات وأصداء مؤتمر باريس، يعني لعل آخر حدث هو ما حدث اليوم من تقدم سيف لفرع المفوضية في سبها، كيف تابعت ذلك؟ وكيف ترى ما صرح به الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة يعني الوضع القانوني لسيف القذافي أمام المحكمة لم يتغير وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية؟ نعم دكتور فوزي، هذا يعتبر تحرك دراماتيكي سريع وخطير في التحولات السياسية في ليبيا وعلى مشهد الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر. نعم. حيث عندنا هناك العديد من الإشكاليات والجدل حول القانونية انتخاب رئاسة وكذلك البرلمان، وفي نفس الوقت أيضا دخول خليفة حفتر للترشح لمنصب رئاسة في ظل الجرائم أمام المرأة ومسمع العالم وأيضا بالداخل. واليوم يظهر سيف القذافي مرتدي جلباب أبيه، وهي رسالة واضحة بأنهم مبادرون قدما لتنفيذ ما وقف عنده أبوه من قتل من أبيه، من قتل وتشريد الشارع الليبي من 1911. وأيضا لغة الخطاب التي ظهر به وهو مهددا، أي بمعنى كأنه فاتح جديد. في نفس الوقت أيضا ينبغي الآن، هناك العديد من القضايا كانت على محلي وأيضا على المستوى الدولي، وأنك سواء كانت محكمة الجنائية الدولية، وأيضا طلب استئناف المحكمة ضد سيف القذافي، وقامت أيضا بإعادة محكمة أو محاكمة سيف القذافي عن جرائم التي ارتكبت أثناء الثورة الفبراير. نعم. طيب دكتور إلياس، يعني كيف سيؤثر طلب النيابة العسكرية العامة اليوم من المفوضية بإيقاف ترشيح كل من سيف وحفتر الرئاسة؟ بداية كيف قرأت هذا الطلب وكيف سيؤثر كما ذكرت لك قبل قليل في ملف ترشيحهما للرئاسة؟ بطبيعة الحال هذا إجراء يعني قانوني
وفي محله، صحيح تأخر بعض الشيء ولكن في وقته وفي زمانه، حيث أن في أيام متتالية ترشح خليفة حفتر وأيضا ترشح القذافي، ظهر خطاب المدعي العام العسكري بعدم قبول ترشح هذين الشخصين. ولكن بالمقابل أيضا نجد أن المفوضية العليا تذهب في سياق آخر، في اتجاه آخر، وكأنها خارج دائرة الضوء، وكأنها ترسل رسالة واضحة بأنها تقول بأنها على منأى من العمل السياسي أو منأى من الجهات السياسية. دكتور الياس، للأسف هناك خلل في الصوت. على كل حال انتهى وقتي معك دكتور الياس، شكرا جزيلا لك، لعلنا نلتقي إن شاء الله في تغطية أخرى. دكتور الياس الباروني، عميد كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة نالوت، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور إسماعيل في دقيقة لو سمحت، يعني إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ يعني هل سيكون هناك انتخابات في 24 من ديسمبر؟ إذا كنا نتحدث عن انتخابات رئاسية فمعناتها الفوضى يعني بكل التأكيد. يعني قانون الانتخاب فسح المجال كما قلت لهؤلاء يعني الشخصيات الملطخة أيديهم بالدماء. يعني هل يعقل أن يعني بعد 10 سنوات يعني من ثورة 17 فبراير وأول ربما انتخابات يعني رئاسية، خلينا نسموها كما أرادوا يعني أن تكون انتخابات رئاسية، أن يترشح شخص يعني ويقدم نفسه لهذه الانتخابات وهو كان يعني ربما أحد رؤوس الاستبداد يعني، ودافع عن أبيه باستماتة وتسبب في سفك دماء الليبيين وزهق أرواح الكثير من الليبيين. هل يعقل أن يعني بعد أن انتزعنا يعني هذا هذه الحقوق وهذا الحق يعني أن يكون لنا نظام ديمقراطي، يعني يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل، انتزعناه بالقوة وبدماء غالية وبدماء زكية وطاهرة، أن يأتي رأس أحد رؤوس النظام وهو سيف القذافي ويدخل من نفس الباب؟ هذا غير منطقي وغير مقبول بكل التأكيد. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل رواحة، المحلل السياسي وعضو المكتب السياسي لتيار يا بلادي، كنت معي ضيفا عبر سكايب، وشكر كذلك لمن كان معي من الضيوف الدكتور الياس الباروني والدكتور نادي عمران والأستاذ جمال الحاجي. الشكر لكم موصول أيها الأفاضل على طيب متابعتكم، وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.